عشان على ذكر الموت، في سؤال هنا وفي سؤال جاي على برضه أسئلة السوشيال ميديا، والآباء والأمهات بيسألوا سيدنا نقول للأطفال إيه على موضوع الموت؟ الناس الولاد بتسأل ليه بيحصل الموت وده ليه مات، ويبقوا زعلانين حتى من ربنا، وبيروح فين بعد ما بنموت؟ طيب أنا هقول للأطفال سؤال، هل إحنا اتولدنا عشان نعيش طول عمرنا في المدرسة، ولا المدرسة دي وضع مؤقت؟ مؤقت يعني هدخل المدرسة، هدرس من أول كي جي وان لغاية ثانوية عامة، هطلع من المدرسة أدخل الجامعة، هقعد في الجامعة حسب سنوات الدراسة إذا كانت 4 أو 5 أو 6 حسب نوع الكلية، وبعدين هتخرج. أيوه. إذا أنا داخل المدرسة مش عشان أقعد فيها على طول، ولا الجامعة عشان أقعد فيها على طول، وإذا حصل إن واحد قعد في الجامعة بدل 4 سنين 5 6 سنين يبقى زعلانين عليه لأنه سقط، فمفروض يخلص ويمشي. طيب إيه فايدة المدرسة؟ بتعدني للحياة. إيه فايدة الجامعة؟ بتخليني متخصص في مجال معين في العلوم عشان أشتغل بيها. فده اللي بيحصل بالظبط، ربنا جابنا الأرض عشان يعدنا ان احنا نروح السماء. فدي المدرسة، الارض من اول ما تولد لغاية ما نروح السماء، دي المدرسة اللي بتعلم فيها الفضيلة والصلاة، محبة ربنا وخدمة الناس، واعمل اعمال كويسة تليق بالمسيح. اول ما اخلص الفترة اللي ربنا محددها لي يقول لي مبروك انت نجحت، يلا تعالى عندي تتخرج في السماء. دي اللحظة اللي احنا بنسميها الموت، هنا في الأرض اسمها كده. ان احنا بنخرج من المدرسة دي ونروح بقى نتخرج هناك. وعشان كده كلكم حتى كي جي 2 وسنة 6 وإعدادية وثانوية عامة والبكالوريوس بنعمل جراديويشن. ايوه. مش كده؟ خلصنا المرحلة دي بنعمل جراديويشن. عشان كده لما بنخلص الحياة وبنروح السماء ربنا بيعمل لنا جراديويشن، هو حفلة عظيمة وبيستقبلنا هناك، وكل القديسين يسقفوا لنا مبروك ان انتوا جيتوا وهتاخدوا الاكاليل وتخرجتوا من الحياة بنجاح. طبعا زي ما في طلبة ناجحين في طلبة بيسقطوا. ايوه. فزي بالظبط البشر في ناس يعيشوا الحياة عشان يمجدوا ربنا ويعيشوا حياة كويسة فيروحوا السماء، في بشر تانيين يعيشوا حياة زي الشيطان مليانة بالخطية والحاجات الوحشة. وبعدين انا ماليش دعوه بيهم، يعني انا لو شفت زميلي بيعمل حاجه غلط ماليش دعوه بيه، لا دينه ولا اتعلم منه، بس ابقى صعبان عليا ان هو ماشي في سكه غلط. لو عرفت اقول له بلاش دي وافدته في ان هو بطل يبقى خير وبركه، علشان في الاخر كلنا نروح السماء. تمام. ولكن احنا لما بيلبسوا اسود، الاطفال اللي بتشوف الكبار بيلبسوا اسود بيبقوا زعلانين بيعيطوا، بس عشان احنا فارقناهم وبنحبهم. بالظبط كده، مجرد عشان مشاعر ان انا الشخص اللي بحبه مش هشوفه لغايه ما نروح للسما فهتوحشه، لكن انا ببقى مطمن عليه ان هو موجود في مكان احسن، ونقول له مبروك ان انت وصلت. طيب احنا كمان هنجي لك بس في الوقت بقى اما نخلص الامتحان بتاعنا بقى والنتيجه تطلع. بالظبط. تمام.